بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في كورس النحو اللي كل يوم حد وكل يوم تلات، وآسف لو اتغيرت المواعيد في الأسبوع ده. النهاردة وصلنا للفيديو الثامن اللي بنتكلم فيه عن الفعل من حيث الجمود والتصرف. الفعل بينقسم إلى فعلين، فعل جامد وفعل متصرف. والجامد اللي بيلزم صورة واحدة، ممكن الصورة الواحدة دي يكون هو بيلزم صورة الماضي بس، يعني الفعل على طول ماضي، ما بيجيش منه لا مضارع ولا أمر، زي مجموعة الأفعال اللي قدامي في الجدول. مثلا عندي ليس وما دام، دي من أخوات كان اللي هي ليس وما دام، دي ثابتة دايما على شكل الماضي. فالأمثلة لها مثلا زي ليست الحرية سهلة تتقدم مصر ما دامت جهود أبنائها. طبعا ليس وما دام دايما ماضي. عندي قرب، قرب من أفعال المقاربة، طبعا هناخد الأفعال دي طبعا اللي كاد أخذتها، وهنعرف إن قرب على طول من أفعال المقاربة بتكون ماضي على طول، زي قرب الأمل يتحقق يعني اقترب. يعني عندي عسى وحرى واخلولق، دي اسمها أفعال الرجاء ودي من أخوات برضو كاد. طبعا الكلام ده كله هناخده في الأفعال الناقصة، زي عسى الطالب أن ينجح، حرى الأمل أن يتحقق. كل دي أفعال جامدة ملازمة لصورة الماضي بس. عندي أخذ وبدأ وأنشأ، من أفعال اسمها أفعال الشروع برضو من أخوات كادة. أخذ الشجر يثمر، طبعا أخذ هنا بمعنى بدأ. عندي نعم وحبذا، ودول من أفعال المدح، زي نعم الصديق الكتاب، نعم الصديق الكتاب. وبئس ولا حبذا من أفعال الذم، لا حبذا الخيانة. كل ديت أفعال جامدة تلزم صورة الماضي. عندي خلا وعدا، إذا كانت بمعنى الاستثناء، ودي من أفعال الاستثناء، وده طبعا هناخده في باب الأساليب، نجح الطلاب خلا طالبا. بعد كده عندي فعلين بيلزمان صورة الإيه الأمر. ما يلزم صورة الأمر، عندي هب، هب دي معناها ظن أو احسب، زي ايه هب نفسك فدائيا، يعني زي تخيل كده أو احسب نفسك ايه فدائيا. أو تعلم بمعنى أعلم، تعلم الحياة جهادا. يبقى الفعلين دول ملازمين لصورة الايه الأمر. عندي بعد كده ننتقل للفعل المتصرف بقى. المتصرف اللي هو لا يلزم صورة واحدة، وبينقسم ما بيلزمش صورة واحدة، يعني بيجي منه أزمنة. النوع الاولاني اسمه تم التصرف، ده بيجي منه ماضي ومضارع وامر، زي معظم الافعال اللي احنا عارفينها، زي سمع ويسمع واسمع، تمام كده. انما عندنا نوع تاني اسمه ناقص التصرف. ناقص التصرف ده بيجي منه ماضي ومضارع فقط، ما بيجيش منه امر، زي الجدول اللي قدامي ده. نبص كده، زال وبرح وفتئ وانفك، زال وبرح وفتئ وانفك، دول من اخوات كان وبيدلوا على الاستمرار. دول بيجوا ماضي وبيجوا مضارع، فنقول ما زالت مصر تاج على رؤوس الشرق، أو لا تزال مصر. طبعا عندي كاد وأوشك اللي هي من أفعال المقاربة، يجي منها برضو ماضي ومضارع، فنقول كاد أو تكاد. عندي طفق وجعل من أفعال الشروع، كل ده طبعا هناخده يا جماعة في الأفعال الناقص. من أفعال الشروع ممكن نقول طفق ويطفق، تمام كده. بيقول لي خلي بالك إن أفعال الاستمرار اللي هي زال وبرح وفتئ وانفك لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي، لابد أن يكون قبلها نفي. ده بالنسبة للتقسيم النهاردة في فيديو النهاردة، اللي هو الفعل من حيث الجمود والتصرف. ناخدوا التقسيمة التانية في فيديو النهاردة، اللي الفعل إما أنه يكون لازم أو أنه يكون متعدي. بص يا شباب، بالنسبة للأفعال كل فعل بيحتاج لفعل. الفعل ده ممكن يكون ظاهر وممكن يكون مستتر، لكن لكل فعل فعل. لكل فعل إيه؟ فعل. لكن هل لكل فعل مفعول به ولا لأ؟ هو ده السؤال. يبقى الأفعال كلها بتشترك في رغبتها في وجود فعل، لكن المفعول به هو ده بقى قصتنا النهاردة. يبقى احنا هنقسم الفعل على حسب احتياجه للمفعول به. الفعل اللي هيكتفي بالفاعل ولا يحتاج لمفعول به، ده اللي هنسميه ايه؟ الى مفعول به، ده هنسميه فعل لازم. زي ايه يا جماعة؟ زي لما دلوقتي نقول لك جلس محمد على المقعد،
هنا يا جماعة المعنى تم بالفعل والفاعل فقط، جلس محمد. طبعا على المقعد ده شبه الجملة، مكملات للجملة ممكن تتشال، ممكن نقول جلس محمد وخلاص، فالمعنى تم كده. لكن الفعل إذا لم يكتفي بالفاعل وتعداه واحتاج لمفعول به أو أكثر زي ما هنشوف بعد كده، هيبقى الفعل متعدي. فلما نقول قرأ محمد وسكت، فالمعنى لسه ناقص جزء. فلو قلت قرأ محمد الدرس، قرأ محمد القرآن، قرأ محمد الصحيفة، يبقى قرأ تعدت الفاعل واحتاجت لإيه؟ لمفعول به، يبقى ده فعل اسمه متعدي. طيب نعرف الفرق بينهم إزاي؟ في حاجة بسيطة جدا، هنجيب الفعل يا جماعة ونحط في آخره هاء أو كاف أو نونية، وانطق الفعل، انطقه بصوت مسموع. لو نفع بأي ضمير من دول يبقى الفعل ده متعدي، ما نفعش معاه ولا ضمير من التلاتة يبقى الفعل لازم. تقول لي طب الضمائر دي أنا بنحطها على أساس إيه؟ الضمائر دي أنا بحطها على أساس إن دي الضمائر المفعولية، الضمائر دي بتتعرب مفعول به، فإذا الفعل وافق بيها يبقى الفعل ده متعدي. فنقول مثلا انتصر، ينفع نقول انتصره، انتصرك، انتصرني؟ لا طبعا، ولا واحد منهم، يبقى انتصر ده فعل لازم. طيب استخدم، ينفع نقول استخدمه، استخدمك، استخدمني، استخدمه وخلاص، يبقى اول ما نلاقي ضمير يبقى ده فعل ايه؟ متعدي. طيب خدوا بالكم بقى، الفعل المتعدي يبقى اسمه متعدي حتى لو لم يذكر المفعول به في الجملة. يعني لو قلت حارب الجندي أعداءه وحارب الجندي بشجاعة، هل حارب في الجملة الأولى هنقول عليها متعدية عشان ذكر المفعول به، وهنا تبقى لازمة عشان ما ذكرش المفعول به؟ لأ، الإجابة إن الفعل حارب في الجملتين فعل متعدي، ويسمى الفعل متعديا سواء ذكر المفعول به أو لم يذكر. طبعا إحنا قدام بقى إن شاء الله هناخد في الأفعال المتعدية، وهنعرف إن المتعدي يا إما متعدي لمفعول به واحد يا إما لمفعولين، وفي كمان أفعال بتتعدى لثلاثة مفاعيل، بس ده مش درسنا النهاردة. انت بس عشان تفرق ما بين الاتنين، الفعل اللي اللازم والمتعدي، لان احنا الفيديوهات الاولانية يا جماعة زي ما قلت لكم في البداية ديت اساسيات، بس اساسيات او وحدة للتمهيد كده. ان شاء الله الفيديو القادم هيبقى على الافعال المجردة والافعال المزيدة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.